مساء الخير عليكم عرب اليوتيوب. اليوم جيت نحكي لكم على واحد الظاهرة سلبية كما نقول لك لاحظتها من كنت في البلاد. هي نسميها هنايا تيروريزم روتي، زعما كيعيطوا لها الارهاب في الطريق. نظن في الوقت اللي انا عايشين فيه اليوم راهم يموتوا اكثر من بني ادم في الطريق بلي تاكسيدون كانوا يموتوا بني ادم في دوك لي زاني نوار تاع الارهاب. تصني في الطريق راه تقتل اكثر من الارهاب. كي تجي تشوفوا في الجزائر جو بونس كاع البارك تاع الوطا تاع الجزائر بالك ما يلحقش النومبر تاع الوطا لي ماتريكولي 75 في لا ريجيون باريزيان في باري. معناتها لو كان جات بلاد مثلا كيما فرنسا عندها الميم تو داكسيدون في الجزائر، لو كان راها بالك مدينه قد ليون تموت في العام بالطريق، معناتها لي زاكسيدون في الجزائر يصراو بزاف. كي جيت نشوف صرت بلي البروبليم عندنا حنايا سي كو لارجيريان ما تنجمش تسقسيه باش يحترم حاجه، تعطيه قانون ولا تعطيه ريغلومون ولا تعطيه ميم حاجه تاع بون سونس وتقول لها احترمها. سي امبوسيبل، ما تدخلش في راسها وكما ديرش معاها كونداناسيون ا مور موراها ما يتبعهاش، سي با بوسيبل. هنايا راني عايش في انجلتير صافي 4 خور، راني نسوق هنايا نخمم لا شتان اكسيدون ولا لا مش عاقل شتان اكسيدون. بورتو راني نضرب فاسيلمون 15000 20000 كيلومتر في العام، عمري ما شتان اكسيدون. في الجزائر هو خطر ولا زوج في العام، ماكش خطر وكما نسوش على الاقل 2 اكسيدون 3 اكسيدون دي فوا ميم موتا سيستيماتيكمون. بالك كاش نهار انا نروح وما نجيش ما نوليش ثاني نقعد تما. دونك جو كومبرون با هاد العقليه اللي ما عندهاش الجزائريين عاطين قيمه صغيره للحياه تاعهم. باسكو تجي تشوف ان اكزومبل سهل، نعطيهولك فيراج روت ناسيونال فيراج، شكون لي ديباسي في روت ناسيونال؟ نورمالمون واحد في المليون، نورمالمون واحد يكون بارتيكوليرمون حمار ولا بارتيكولي سويسيدير بيك تروح عند كوبك النهار راه معاول يكون ديباسي فيراج وصاي تخرج فيه حاجه ندخل فيها وصاي فاهم، ولا واحد تالمون بغل من راسه كو نورمالمون عنده الانتيليجونس تاع شادي صغير ولا حاجه كيما هكا. اور تسوق في روت ناسيونال تقريبا ان فيراج سور دو يخرج فيك واحد في الفيراج، راك على امان الله، راك تسوق فيراج يكمل ولا في الوسط الفيراج تشوف واحد صادم فيك وقديك لي فار قولك قديك لي فار. راك فهمتو؟ انا نظن بلي الطموحيه راه بزاف في الجزائر، ما نكذبش عليكم خاوتي نقول لكم الصح، نظن بلي عندنا ايبيديمي تاع الطموحيه تاع الكريتينيزم تاع الايديوسي ولا حاجه كيما هكا. نظن بلي كاين بورسونتاج تاع الجزائريين لو كان تجي تقارن بيناتهم وبين حيوان صغير هكا كيسيون انتيليجونس ولا بون سونس ما يلحقوش حيوان يفوتهم. وهذوك الجزائريين راهم دونجي في الطريق، الا قلعوهم الطريق فريمون. انا واحد من الناس ما نكذبش عليكم نتمنى لهم الموت، نتمنى لهم شجره. علاه؟ لاخاطرش اوموا من واحد يموت في شجره يروح روحه ما يديش مع ناس اخرين، بروبليم كم يدو معاه ناس اخرين. ما رحتش خطر الجزائر بلا ما يقلكش جنازه فلان مات ولا فلان خوها في السبيطار راه ضارب صافي عام راه في السبيطار ولا هذاك راه في لامور راح يجيبوه ولا حاجه كيما هكا. دائما. علاه؟ على خاطر العقليه تاع لي زاجيري، العقليه تاع سي نعطيك ان اكزومبل. كنت هنا العام اللي فات في لوتوغوت في انجلترا، لي روت انجليز parmi les plus safe au monde les plus sûres au monde. علاه؟ لخاطر الدنيا تحترم هذا المكان، الدنيا تحترم القانون اوسي سامبل كو سا. الجزائريين راه عندكم طرقان واسعين، راكم كي تجي تشوف لوتوغوت تاع الجزائر تاع هنايا كي راك في الفلاست واست مثلا في لوتوغوت تاع سواست راك انت تسوق هنا كاين لوطو راه قدامك بالك 800 متر لوطو راه موراك 800 متر لوتوغوت است واست خاوي. هنايا لانجلتير تجي تخيل كش نهار ندير لكم فيلم من لوطو تبدا بلا ام 4 مثلا ام 4 كيفالون كولو تاع است واست
راح تسوق 120 130، راح لوطوا دو سكوند قدامك، لوطوا دو سكوند موراك، راه من الواطا حنا راه دي كاميون باخ ويا موان داكسيدون كو جاتي، راه فيها بليس دو فواتور. علاه باش فايتينكم هاد الناس؟ فايتينكم بالدخمام كيما قال بوضياف. كنت في لوطوغوت قلت لكم العام اللي فات، كنت في لافوا دو ميليو، لافوا تاع الوسط، فاتو لا بوليس 4 4، الى ديباسي جا في لافوا تاع الوسط وعندها ان تابلو من الرول كتب فيه دونت اوفرتيك، سا سينيفي ني با ديباسي. بون انا طلقت شويه الاكسيليراتور، الناس اللي ا دروات و ا غوش ثاني زون في باري، ماكش واحد يصدم راك فاهم، مصدم انا خليت على الصديم، هذه هي اللي خلتنا التالي، غادي تخليني اونكور تالي اكثر من هكا. الناس كي عطلقوا الاكسيليراتور قعد هو في الوسط كيما هكا، ومن بعد ولي زيكزاك لي هكا كاتب دايما دونت اوفرتيك، ويتقل تقل بشويه. ومن بعد صابخي واحد 5 10 مينوت ويتقل غير بشويه، يتقل حتى من بعد كتب ستوب. بون كي كتب ستوب انا كنت باقي 10 10 كيلومتر ولا فرينيت، لوطو حبست، هود راح يجري يتمشى، دار جيرو فار راح يجري. كانت كاينه واحد الحاجه طاحت في الطريق، طيحها كاميون ولا ما نعرف، واحد الحاجه حديد كيما هكا كانت في لافوا غابيد، لايتي سينيالي كانوا بيروحوا يجيبوها. دونك حبس لوطوغوت، حبس ترافيك لوطوغوت بكل بشويه، والناس تبعوا بنظام. ومن بعد ركبوا في اللوطو وطلعوا هذيك الحديده معاهم، كتب لك جود داي ثانك يو وقلع. الى اكسيليري ولا دير كيما هكا بيدهم برا، جون تاكسيليري عاودوا له. الجزائر واحد الخطره اللي فاتت باراج في الليل، هنا كيحبسوا الطريق، كتبوا لك 5 كيلومتر افون بلا تري، غادي يحبسوها غادي يبلعوها ولا غادي مي بوا تنقلع، بلوس ما تقرب بلوس يسينيالو. والضواو الضواو يكدو الضواو يكدو بالالافات، وكي تقرب بالها تبان لك راك رايح لا تور ايفيل البلاصه كيما هكا. الضواو ما تفهمش عقلك، دونك ما تطيش ضيع لو فات بلي الطريق راه تصغر، لا الطريق راه تبلع ولا حاجه كيما هكا. علاه؟ ماشي باسكو الدنيا طموحه، ماشي باسكو الدنيا بغال ولا حاجه كيما هكا، باسكو هنايا ما نتبعوش المكتوب، هنايا نامنوا بلي كل واحد يجي الحياه تاعه يجي يضربها في يده. ماناش اكتور، ماشي سبيكتاتور، رانا اكتور في الدنيا تاعنا. وانا مين جاي انا يعني انجليز في انجلترا، انا جاي كيفكم، انا جاي من وحر، ثاني زيد فار كبرت فار، اكتفت من الملاه تاعكم، وضلوا تشتكوا وضلوا تقودوا وضلوا عايشين كيما سبيكتاتور في الحياه تاعكم. كاش ديسيدي باش نروح، انا بغيت نكون اكتور في الحياه تاعي، جيت هنا صافي ديجا اكتور في الحياه تاعي، نخدم معاهم هذا مكان سامبل از ذات. هذا مكان مش حاجه معقده ولا بعيده ولا جون دو فراس نقول لكم شيء. هيا قلت لكم داروا باراج في وهران، و كبدوا ديك بلاكا تاع الشرطه ولا هكا بلاكا تاع حديد، ما يستعملوا بنتوره تاع الديار في الجزائر على بالك، ماشي ميم با بانتور ريفليشيسونت، اي حطوها 50 متر بلو لونغ فو لا بوليس قاعدين كيما هكا تاقوا في الراجل في الطريق رابيد. دونك راني جايك. لا ماجوريتي تاع الناس شي يديروا 99.99% تاع الناس يديروا يتقلوا يحبسوا باسكو يشوفوا ديك البلاكا. بصح تخيل نتايا فرضوا من واحد سور 100 ميل ما يشوفهاش، تقدر واحد سور 100 ميل ما يشوفهاش، ميم كثر واحد سور 10 ميل ما يشوفهاش، شنو صرا في ميسكو؟ حنا حبسنا نسمع فخيناج من الرو، تاك فخيناج غي يزيد الحس تاع الرو تاع الدراجة تتحكم على الطريق، ولا بويسونس تزيد، لا بويسونس تاع تاع لو سون هذاك لا فورس تاع تطلع. كنت مع خويا مزيان، كانت كاينه لا ديستونس بيننا وبين السيد اللي كان قدامنا، خويا لاكسيليري وخا هرب في هرب في الحشيش داف، تكلم لوطو في لافوا اللي حدانا، لوطو تكلمت دا مع 3 و4 تاع الواط، داروا كل الدومينو واحد يضرب الاخر. فوالا لا فوت تاع السيد هذاك، بالك كان في فيتاس، بالك شويه من لا فوت تاعه، بصح تانيك بزاف من لا فوت تاع لا بوليس. ما تقدرش تبلع الطريق في الليل بلا ما دير سينيالمون سور 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 10 كيلومتر. اوتر اكزومبل وارن بلعوا الطريق في الليل اوتور اوت خدمه، شو دايروا دوك لي باريير تكساس هذوك لي باريير اون بيتون، حطوا وحده في الوسط هكا بيربون حل الطريق في الوسط، حطوها صحيح في الوسط. هذا ارهاب نعيط له، كانوا يجمعوا يحطوا بومبا، بصح حطوا
مبسوط على بيته شاسرة في ميسكم شايسة. واحد جاي على أمان الله في الليل داخل داره 110 120 تعرف تكلم فيها ما شاف حاجة. في اللي خرجت في ليفاخ كان فيها ديجا طوني كلاك راه عملك سيارتك كان فيها ديجا. شو صار مات 45 عام زوج ثلاثة تاع الدراري مكتوب ها فاهمين المشكل مكتوب باسكو نتوما سبيكتاتور كنت تفرجوا في الدنيا تشوف تفوت فوالا لا في الباس هكا ثم تفرجوا فيها ما عندكمش اي دور ولا لواحد عنده الدور سي كاين زوج عندهم دور في الدنيا تاعكم كاين زوج كاين ربي ها وكاين البوفوار فاهم. الخطره التاليه اللي سقسيت البوفوار يمنع باش يديباسو في الفيراج الناس ديباسي في الفيراج انتوما ما تعرفوش البوفوار راكم فاهمين دونك سما راك تشوف البروبليم وراه سي كو هنايا الناس منظمه ما كاينش لا بوليس ماشي غير تلاقى مع ما كاينش بوليسي يدير لا سيركولاسيون ولا باراج تاع لا بوليس ما كاينش بصح الناس عارفه بلي كل واحد عارف بلي لانتيغي تاعو يحترم هاد لو ريغلومون. لو كان كاع حنا كيما رانا ونديسيد باش نخالفوا على ريغلومون الحكومه ما تقدر والو بوفوار ما تقدر والو غادي يديرنا بوليسي مورانا غادي كل واحد غادي يكون يخرج الصباح يسوق يدير بوليسي واحد حنايا هنا ما عندهمش اسي دفليك باش يديروها دونك شنو غادي يصرا غاتولي الهمه جيون ولو 10000 موتى في النهار سي تو. دونك بغيت نهضرلكم على هاد العقليه وانا نظن في الجزائر كيما بارتو في العالم يلي تضرب الناس انا اللي جايك تمتم يلي تضرب وما الناس تنضر يلي تضرب يفوتو شي لا وصافي مال المؤسسات مثلا لي زونتربريز وانتربريز نقولو راه تخدم في طريق ولا كوزي ان اكسيدون واحد تبليسه ولا واحد مات ولا حاجه كيما هكا شي قال مقادير ومكتوب كل شيء هذه مقادير ومكتوب هذه بون تقدر من تزيدش في الدروش في دارك بصح ملي تكون برا وتكون مؤسسه دارت لك مشكل ماشي عفا تاع اكسكوز ولا عفا تاع قال بون مات بنادم تخلصو 50 مليار كاش تحطوها تعطوها لا فامي تاعها فاسني في بيو المؤسسه بيو لي كاميون بيو كل شيء بيو ولا ما كاش دخلوا الحبس اش غادي يصرا غادي هما بروحهم يحجزوا رواحهم ناي على علاه مني بالعطري الطريق يديروا الدور سو دي كيلومتر سي بور سبروتيجي هذا مكان باسكو هكا لو كان صرا كان اكسيدون يقول لك كنا دايرين الدور سو دي كيلومتر الا انت ما شفتش كتا ان بروبليم راك فاهم هذه هي لا لوجيك هنا باسكو هنا لو كان يديروا لو كان وحدين راهم يسخنوا في الطريق ويصرا ان اكسيدون غادي يخلصوا تجي من لونتربريز تروح على جون ولا بالك اون بليس كاين عشرة اخرى بيسكو كاين ان ريسك فينانسي كل ما تخدم نقولوا ان طون كونتربريز راك باغي تخدم سور لا فوا بوبليك دونك كاين ان ريسك باسكو سي تو كوز ان اكسيدون شي يصرا سي تو كوز ان اكسيدون غادي تخلص تري شير دونك الحكومه تطلب لك اسيورونس باش تخدم هذيك لاسيورونس تفرض عليك ان سارتان نومبر دو شوز باسكو لاسيورونس مثلا تقول لك بون راك بغيت بلي على الطريق هنايا اون فو ان سينيالمون سو 10 كيلومتر افون ديجا علاه سينو يتو كوفر با سي تو كوفر با تكون يفل با بروند لو ريسك كنت تقول غير نوصل ديك البلاصه لا دولا ولا نبدا نخدم لاسيورونس تبغيش ما تبغيش تكوفريك لاسيورونس ما تكوفريكش ما تقدرش تخدم دونك راك فاهم تخلق حاجه كيما هكا لي زونتربريز ضرهم بالدراهم دونك كي توشي دراهم يتسقمو ولا يخدمو غير العباد في الجزائر يضلوا يهضروا على الدين ويضلوا يهضروا على ربي كل شيء بصح سي ديبوكريتي يعني عمرنا ما شفت بابل ديبوكريت كيما الجزائريين سمعوني نقول لكم في وشكم زعما كما عناش انا بيناتنا انا نحضروا ما نضلش توشيهم توشيهم زعما الحياة وحرز روحك ومن هذه ما دخلت شو اللي ما عطيش اي قيمة الحياة تاعهم دونك يليق زعما مخالفة صغيرة نقول واحد صغيرة زعما تجي تقتل الناس مثلا انا شفت الوطا في الليل يتمشاو في الليل تاع الماء يتمشاو ما عندهاش اي ضو والو ما كاينش قاع طافي الضو قاع طافي ولا عندها كلينيوتور قاعدين كلينيوتي به كيما هكا نورمالمون تقبدا كيما هكا تهودا تكراسي له الوطا تم تجي ماشينة آلة تاع دوك يكرازو الوطا هادو تحطهم سور بعض ولا عاود كل ما تكذب واحد في مخالفة كيما هكا تاع اللي تنجم تدي ارواح تاع ارهاب تقدر اللوطو تكرازيها قدامها تاع عالم شتاء صوف كرازيها قدامها طحنها شغل يسا نقول على البيرمي بون 20 طون ولا كحياتها حتى اللي يموت سوغا سي با ان دوا الا بغيت تستعمل سوغا كارهاب فومي تضرب الكار ولا الطاكسي ولا هذا مكان والواطا اللي راهم دونجي في الاخر يقلعهم بكم حاجه تقلع بالك عالم ولا بغيت تقلع
5% تاع الوطن اللي راهم في الطريق، تقلع بالك 20% تاع لي زوتوموبيليست، تقلع لهم البيرمي ديفينيتيفمون حتى اللي يموتوا. الطريق في الجزائر تكون نظام في مسقمة، اللي مش موتا هذوك مش هذوك سوف اللي كا انيفيتابل يصرا ويصرا هذوك. بصح حنا عندنا اون بليس دي كا انيفيتابل كي ريبريزونت نقول حنايا بورسونتاج صغير، عندنا فوق الافات تاع الارواح تاع الناس مقيوسين. ملي بديت هذا الفيديو ما بانش انه واحد راه مات في الجزائر، الناس مقيسه في الطريق وتهما سالين وكل شيء كيما هكا. علاه؟ وا باسكو دي باس في فيراج ولا باسكو حنا دايرين كيما هكا. علاه؟ حنا دايرين كيما هكا. حبس على بالكم الترباب والعائله ماشي مي والله دي فوا جو انفي كيما هكا، جو انفي ندورها مع العائله وصاي. باسكو دي فوا نقول باللي هذا هو اللونجاج اللي يتفهم. ان توكا فوالا سي جوست اون فيديو على الارهاب، الارهاب في الطريق. تهلاو في روحكم ونشوفو في فرصة أخرى.